وثيم بارك. فقرة إنبوت اليوم راح نشوف مع بعض المؤتمر الصحفي اللي أعلن عن المؤتمر راح يصير في 22/5 اللي هو العرب أدفايزرز كونفرجنس سامت في الفور سيزنز في عمان. فرينا نشوف مع بعض هلأ إيش التفاصيل. هاي السنة عملنا شغلة جديدة، دمجنا الشركات الناشئة مع التصويت الديمقراطي، تعاوننا مع عمان تك تيوزدي لاختيار من بين 120 شركة ناشئة عارضة في معرض عمان تك تيوزدي. نفس الحاضرين في المؤتمر في المعرض انتخبوا الشركات، 6 شركات فائزة ستسنح لهم الفرصة انه يكونوا في اليوم الاول في القمة موجودين امام الرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات والاعلام ليحكوا لهم عن شركاتهم الناشئة والخدمات اللي بيقدموها، في أمل طبعاً أنهم يصيروا زبائنهم أو يصيروا شركائهم لخدمات هذه الشركات الناشئة. حدث بيجمع صناع القرار بالاتصالات مع صناع القرار في صناعة المحتوى مع العاملين في الإعلام للتواصل وتبادل الأفكار ومناقشة التحديات الرئيسية اللي عم بيواجهها قطاع الاتصالات اليوم بالأردن، ومنها احنا بنقدر نستفيد في رسم سياستنا المستقبلية او إلها بيكون إلها تأثير على رسم سياستنا وخططنا المستقبلية.